ما إن وضعت الحرب أوزارها مع تنظيم داعش الإرهابي في العراق وإعلان الحكومة العراقية النصر النهائي عليه وطرده خارج البلاد، حتى بدأ معظم النازحين العراقيين بالعودة إلى ديارهم. المنظمة الدولية للهجرة أعلنت في تقرير لها إن نصف النازحين العراقيين الذين نزحوا من ديارهم جراء المعارك بين القوات العراقية وتنظيم داعش عادوا إلى ديارهم. المتحدثة باسم المنظمة ساندرا بلاك قالت إن عدد العائدين إلى مناطقهم منذ بدء الأزمة في تشرين الثاني نوفمبر من العام 2014 بلغ 2,750,000 شخص، مقابل 2,880,000 آخرين لا يزالون نازحين. بلاك أشارت إن هذه هي المرة الأولى التي يتساوى فيها عدد العائدين إلى ديارهم مع عدد النازحين، وإنه إذا استمرت الأوضاع على نفس الوتيرة فإن أعداد العائدين ستكون أكثر من عدد النازحين. وفي دراسة نشرتها المنظمة أشارت فيها إلى أن أكثرية العائدين يتبعون لسجل محافظتي نينوى والأنبار، لافتة إلى أن ثلث العائدين أكدوا أن منازلهم دمرت كليا أو جزئيا، بينما أفاد 60% أن الأضرار كانت متوسطة. الدراسة أضافت أن الذين يواجهون صعوبات أكبر في العودة هم الذين لا يمتلكون سندات تمليك والذين يعانون من فقر شديد. مراقبون أشاروا إلى أن العقبة الأساسية أمام عودة النازحين لا تزال قائمة، خاصة الوضع الأمني الذي لم يشهد استقرارا واضحا بعد، وبقايا الألغام التي زرعها التنظيم ولم تنتزع بعد، أو الخوف من فصائل الحشد الشعبي الذين طالما انتهكوا حقوق الإنسان بهذه المناطق بحسب تقارير دولية.